عدنا إليكم بفيديو جديد، مرحبا بكم في قناتنا المتواضعة. واليوم سنتحدث عن كيفية تعبئة رصيد مودم الجيري تيليكوم. يعني تقومون بتنزيل التطبيق من بلاي ستور بيامو موبيل، تقومون بتنزيل هذا التطبيق بيامو موبيل، تدخلون إليه. يعني قبل بداية الفيديو ندعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. تأتي إلى هنا تعبئة كاجي، إيدون كاجي. أول شيء تقوم بإدخال رقم المودم، الشريحة الموجودة. نأخذ الرقم ونقوم بتدوينه. دوسون 171. نفويت 7 166. نقوم ب بعد ذلك ندخل كود التعبئة المكون من 16 رقم. بالتأكيد العملية تعبئة كاجي، بطاقة تعبئة اكتملت العملية بنجاح، رقم العملية في الوقت والتاريخ. يعني هكذا ستقوم بتعبئة مودم كاجي ايدوم. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، شجعونا على الاستمرار بال